بالعودة من جديد إلى دكتور عمرو الديب الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة لوباتشوفسكي الروسية. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بك فندم. أهلا. سؤالي يا فندم، هل شعرت روسيا بالارتياح عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي والمستشار الألماني في روسيا اليوم؟ بالطبع أستاذ، يعني لقاء المستشار الألماني كان في غاية الأهمية اليوم. نعلم تماما أن ألمانيا هي من عن الدول المهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الروسي، وأيضا روسيا من الدول المهمة جدا جدا بالنسبة للاقتصاد الألماني. نعلم أن مشروع نورد ستريم 2 هو ثمرة تعاون ألماني روسي، وهذا التعاون يعني نراه في كثير في كثير من الأمور، خصوصا في الفترة الأخيرة التي رأيناها والشد والجذب الذي رأيناه بين روسيا والغرب بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. فرنسا حاولت يعني بكل الطرق من أجل يعني تهدئة الأمور خصوصا في الأزمة الأوكرانية، وجاء لقاء اليوم المستشار الألماني لكي يؤكد التهدئة من جانب الاتحاد الأوروبي، وطبعا عن طريق الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وفرنسا. نظرا لطبيعة العلاقات كما قلت، طبيعة العلاقات القوية الألمانية الروسية الفرنسية الروسية، من أجل التهدئة والتي بدأنا نشعر بها اليوم عندما رأينا بعض الأخبار التي تقول أن هناك قوات روسية يمكن أن تعود إلى قواعدها بعد انتهاء المناورات وما إلى ذلك. نؤكد هنا مرة أخرى أن هذا اللقاء كانت له أهميته الكبرى نظرا للعلاقات الاقتصادية، وهذا يؤكد مرة أخرى أن عندما تكون أو عندما يكون الاقتصاد هو الحاكم بين العلاقات الثنائية، دائما يكون هناك يعني فرصة للمفاوضات وفرصة للتراجع وفرصة لمحاولة التوصل لأي حلول وسط، حتى لو كانت الأزمة كبيرة جدا أو حتى كانت الأزمة أكبر من أن تكون يمكن حلها عن طريق المفاوضات. وصلت الفكرة دكتور عمرو الديب. إذن هو الاقتصاد هو المحرك والعاكس للسياسة كمرآة. الأستاذ المساعد العلوم السياسية بجامعة لوباتشوفسكي الروسية دكتور عمرو الديب، شكرا جزيلا لك.